لكن الآن تلعب عرضية وعالية ورأسية وتمر وتسديدة. كينيدي 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 ولا غير ولا غير يا عمار الصريح، جاء الهدف في وقت كنت تمني النفس بأن تشاهد فريقك متقدم. جول أول من الأسمراني شيبوكي كينيدي 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 كينيدي، أشعلها من البداية، وضعها في مرمى كوفال، أشبه بالرصاص إلى هذه المباراة. ركلة زاوية ملعوبة خطيرة، جول للحزم، الحزم يعود. كثيرة موجودة في الحزم، ساعدهم على تطبيق تكتيكهم الكرات الأرضية، وهذه روعة روعة الفرصة. كينيدي الحل الذي وصل في الشتاء لكي يعطي الحزم أن تقاضي الثلاث في أكثر من مرة، الآن يسجل، الآن يصعد رجالات الحزم، الآن يفرح مدرج الحزم. جول أول في المباراة بعد أن انتظرنا 75 دقيقة من الانتظار لأي يا ساتر ماذا يحدث الآن؟ هذه ما فيها شيء، كينيدي في سباق مع السرعة، في سباق مع الزمن، في سباق مع كل شيء، مع كل شيء. شني حشاطة إلى محمد الصيعري، محمد بيلعبها إلى كينيدي، كينيدي بيحاول يعدي، كينيدي عدى وينتظر المساندة، يفكر يمرر، هل يتقدم؟ هذه عند كينيدي، كينيدي بيلعب كرة الآن عرضية، هذه جول، هذه جول. إلا إذا هذه تمريرة، وينك الهداف؟ وينك القناص؟ وينك القناص؟ يا كينيدي كاد أن يقنص النقاط الثلاث. لمصلحتي مورال هلان يحاول بالعرضية إلى كينيدي، كينيدي كينيدي بالرأس الآن لكنها مرت، هذه الكرة هذه المحاولة كينيدي. الكرة لعبت عالية وللأمام عن طريق كينيدي، يحاول كينيدي يلعب الكرة خطيرة إلى المجد والتاريخ والذكريات والبطولات والعواطف بالنسبة لأبناء مكة. الكرة الآن وصلت في الجهة اليمنى، كينيدي يحاول، كينيدي يحاول إضافة، الكرة بتتخلص، الكرة بتبعد، محاولة لبناء هجمة مرتدة، كرة لعبت على الجهة اليمنى، كينيدي يحاول فيها، البديل النيجيري راح، أعتقد مكسب كبير لفريق الإضافة الأمامية، والكرة ملعوبة الآن عندها شيبوكي، شيبوكي تقدم توقف دخل والكرة بعد ذلك روتر التقدم، المحاولة لمصلحة كينيدي، كينيدي الآن يحاول بالتمريرة. على الإطلاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في كل الملاعب، في كل الملاعب. الوفود يسدد الكرة، مليك يواصل التألق، تعود الكرة لكينيدي، محاولة انطلاقة، بخوي معاه يلعب لمسة جميلة لبخوي. ولا زال احد
كينيدي عدى سدد وهذا